طبعا في زياره رئيس الوزراء امبارح كمان شفنا نماذج مشرفه وايجابيه، قدروا ان هم يستفيدوا من مركز ابداع مصر الرقميه ويفتحوا لنفسهم مجالات كتيره جدا في سوق العمل. معنا على التليفون نعمه ممدوح رمضان احد النماذج دي والحاصله على بكالوريوس حاسبات ومعلومات. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك في البدايه، صباح الخير. صباح الفل. نعرف منك بقى ازاي شاركتي في مركز ابداع، استفدتي ازاي، وايه العلاقه بين المشاركه وبين دراستك اصلا؟ الحقيقه بما ان انا اساسا كنت في خريجه حاسبات ومعلومات، فالمعهد كان معروف بالنسبه لنا من بدايه التدريب الصيف اللي كان بينزل لنا كل اجازه صيف وكل اجازه شتاء طبعا، فانا كنت عارفه المعهد. فبمجرد ما خلصت الكليه كنت مهتمه ان انا اقدم في المنحه اللي هي بتاعه التخرج، وبالفعل قدمت، بس انا ما كنتش حابه ان انا اقترب مره تانية الحقيقه، فكان الهدف ان انا اقدم في حاجه قريبه مني. وقع اختياري على اي تي اي اسوان، كرياتيف اسوان. الحمد لله قدمت واتقبلت في تراك سوفت وير تيستنج، اخبار البرمجيات وبس. كويس. طيب انت متخصصه في اختبار البرمجيات في المنحه دي مظبوط؟ اللي اسمها اي تي اي، لو توضحي لنا اكتر. نعم، لو توضحي لنا اكتر ده معناه ايه؟ اي تي اي هي اختصار لانفورميشن تكنولوجي انستيتيوت، معهد تكنولوجيا المعلومات. هي معروفه ما بيننا باسم اي تي اي، فعلشان كده كلنا بنستخدم كلمه اي تي اي لما بنريفير او لما بنقول على المعهد. دي بيكون لها تأثير طبعا، الدراسه دي بيكون لها تأثير كبير جدا طبعا على سوق العمل. طبعا طبعا، يعني حقيقه الدراسه في المعهد ضافت لي كتير جدا على يعني في المهارات التقنيه ومهارات التواصل والبرزنتيشن سكيلز وكل الحاجات دي. المنحه ضافت لي كتير جدا. طيب اللي موجودين في المركز ملتزمين بايه؟ يعني طول الوقت هم ملتزمين يعملوا ايه، والمفروض النتاج الاخير يكون ايه؟ بالنسبه يعني للانستراكتور، ايوه الحقيقه المعهد عموما يعني من الحاجات الجميله فيه ان هو دايما بيراعي ان هو يبص على سوق العمل محتاج ايه، وبيحاول ان هو يغطيها بقدر الامكان، وهو فعلا حقق المعادله دي. بالنسبه للي بيدرسوا في المعهد اللي هم الطلبه، هم بيحاولوا بقدر الامكان ان هم ياخدوا كل حاجه، يعني حرفيا بيبقوا طماعين قوي ان هم ياخدوا كل حاجه عايز في الحاجه اللي هم عايزين يتخصصوا فيها، ايا كان هم متخصصين في ايه، بس هم فعلا بيبقوا طماعين قوي ان هم يعرفوا اكتر. ودي حاجه حلوه بالمناسبه. طيب ازاي نشجع الشباب اكتر على ان هم يدخلوا في مثل هذه المبادرات ويبتدوا يتعلموا حاجات بقت دي متطلبات سوق العمل الحالي؟ طبعا في البدايه لازم يبقى هم عندهم شغف ان هم يدرسوا برمجه بكل تخصصاتها بقى، ايا كان هو يختار التخصص اللي هو عايزه، ويبدا ان هو يعني يحدد التراك اللي هو عايز يكمل فيه. ولو هبقى عايزه انصحهم بحاجه، طالما هم حددوا شغفهم فقدموا في المعهد، ايا كان بقى هتقدم في اي تي اي او ان تي اي او كل الحاجات اللي بتشملها كرياتيفا، فحقيقي هيستفادوا جدا. طيب الشروط ان انت عشان تقدري تقدمي في اي تي اي لازم تكوني خريجه، ولا ممكن ده متاح لطلبه ثانوي وطلبه الجامعه كمان؟ هو الحقيقه في مبادرات لطلبه ثانوي وطلبه الجامعه بتنزلها ان تي اي واي تي اي، زي التدريب الصيفي والتدريب الشتوي اللي بينزل، وان تي اي برضو بتقدم مبادرات للطلبه، بس المنحه بتاعت الاربع شهور او التسع شهور اللي هم بنسميهم الانتنسيف بوت كامب او التدريب المكثف والتدريب الاحترافي، دي بتبقى خاصه للخريجين. طيب سواء بقى الام تي اي او الاي تي اي، انا اقدر بعد ما حصلت على التدريب اقدر اشتغل ايه؟ مجالات الشغل؟ مجالات الشغل بتختلف طبعا، كل تراك او كل تخصص في المنحه ليه جوب بروفايلز كتيره جدا، فما اقدرش طبعا احدد لك هو ايه الحاجه الوحيده اللي ممكن تشتغلها. زي ما حضرتك عارف طبعا ان مجال الاي تي دايما بيكبر ودايما في تطور، فاحنا مثلا في الاول كنا بنتكلم ان احنا عندنا مهندس كمبيوتر، لا دلوقتي احنا ما فيش حاجه اسمها كده، احنا كل تخصص ليه اسم، بل بالعكس في التخصص الواحد في جوب بروفايلز كتيره جدا. اكيد.
طيب يعني أنا عارفة إن في مميزات كتير بيتمتع بيها المشاركين الموجودين في المركز، الاختيار ما بين مختلف البرامج، يعني أنت قلتي ITI MTI وغيرها، إحنا طبعا مش حافظين الابريفيشنز أو الاختصارات اللي أنت بتقوليها، بس اللي بيبقى داخل ومختار برنامج بيختار على أساس إيه؟ الاختلاف اللي بين البرامج إيه؟ الحقيقة ما فيش اختلاف، يعني كل الانستراكتورز الموجودين ايا كان في ITI او NTI هم على كفاءة وبيختارون بكفاءة جدا، بس اقدر اقول ان الحاجة الوحيدة اللي بتحدد هل التراك اللي انا عايزاه مفتوح في ITI ولا NTI. تمام، بس هو ده بس اللي بيحدد، يعني الراوند دي، او طبعا حضرتك عارفة ان كل راوند بيكون فيها تراكات جديدة او تراكات موجودة في منطقة معينة او في محافظة معينة، فاللي بيحدد او الطالب بيحدد هو بناء على ايه هيدخل في ITI ولا NTI هي ايه التراكات المفتوحه دلوقتي وايه التراكات اللي هو عايزها. كويس قوي. يقدر الطالب يستفيد من اكتر منحه في نفس الوقت؟ يعني يقدر يستفيد في ITI ويستفيد في MTI؟ شرط طبعا ان هو لو دخل المنحه يكملها طبعا. يبقى ملتزم فيها ويخلصها ويقدر يستفيد برضو بمنحه ثانيه. كويس قوي. يقدر يدخل الاثنين في نفس الوقت ولا ده بيبقى صعب جدا؟ لان اتكلمتي معايا في انه لازم يكون خريج، مش كل الناس بتكون اشتغلت على طول، فممكن يبقى متاح ليهم الوقت انه يلتزم باكتر من بروجرام ويعظم يعني الاستفاده في الوقت القليل اللي بيبقى موجود في الكورس. هو الحقيقه المنحه بتتطلب تفرغ تام، علشان زي ما قلت هي بتبقى مكثفه وبيبقى في تاسكات ولابات كتير بنعملها، بس خلينا متفقين ان هما يعني عموما بيسعوا دايما ان احنا نبقى عندنا استفاده من كل حاجه، واوقات بيطلبوا مننا ان احنا نخش مستمعين على سبيل بس ان احنا نتعلم حاجه جديده، مش شرط ان احنا ناخد الشهاده ونبقى خريجين، بس احنا عايزين نعلمكم. فهم حتى لو احنا شغالين ومش قادرين ان احنا نبقى متفرغين تفرغ تام، هما بيسعوا ان هما يدخلونا حتى لو مستمعين. هايل، كل شكر ليكي نعمة ممدوح رمضان الحاصلة على بكالوريوس حاسبات ومعلومات ومستفيدة من المنحة اللي تم تقديمها في أسوان. شكرا جزيلا ليكي.